أهلا بكم من جديد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تهنية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أعرب جلالته فيه عن أطيب تهني وتمنياتي له بموفر الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وشاد عهد البلاد المفدى يده الله في برقيته بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.